زين قبل ال 55 ايه؟ باي عام انسجنت انت اول سجين بعثي؟ ايه؟ باي عام كان هذا؟ سنة ال 52 تشرين 52. زين شلون صارت هذه؟ شلون انسجنت؟ شنو السبب؟ انا اقول لك خلال تشرين عادة يجون طلاب جدد من خريجين المتوسطة إلى دار المعلمين. زين. فمن صارت الانتفاضة تشرين بدت من كلية الصيدلة بالـ52 في بغداد. بالـ52. إي. فأنا رحت لبغداد رأسا اتصلت بفؤاد قال فؤاد ارجع المعقوبة واعمل كل جهدك لتأييد الانتفاضة. زين. اي فأنا ما كان عندي غير خلية من 4 من 5 أشخاص داخل المدرسة. الشيوعيين كانوا شالين علي حملة لأن نشط أنا وكذا. هناك بعقوبة. بعقوبة. فجوا علي قالوا نريدك تصير عضو بلجنة قيادة المظاهرات اللي تأيد مظاهرات تشرين في هذا. مع انهم الشيوعيين كانوا هم اللي يعني قائمين في هاي التظاهرات. رأيهم. فاني يعني اقبلت الراي من عندهم قلت لهم ايش نسوي؟ قالوا احنا صباحا بكره صباحا اي واحد يخلص الاكل لان يعني احنا قسم داخلي فيبقى ما يطلع بعدين يطلع مسؤول الشيوعي يلقي كلمه ونطلع وراها. اي فاني قلت اذا بهذه الحاله ما راح يصير عندي دور لانه جماعتي قليلين بينما الدار المعلمين حوالي 1000 شخص. نعم. واكثرهم شيوعيين وبارتيين يعني جماعه البرزاني وتركمان اكو دعواتهم التركمانيه كذا واخوان مسلمين وحزب الوطن الديمقراطي وحزب الاستقلال قليل ماكو احد. فالشيء اللي صار شنو؟ المراقب اللي معينته الدائرة شاف الطلاب يخلصون أكل وقاعدين ما يطلعون فشعر أكو غرابة بالموضوع. أكو شيء غريب هذا ليش هيجي يخلصون أكل وين قصدك؟ بالمدرسة؟ بالقاعة مثل قاعة زين. فصارت مشادة بين المراقب العام وبين أحد الطلاب. فأني قمت رحت يعني احجز بيناتهم حاجوز. اي فالمراقب قال لي انت ايش عليك انا وهذا انت جابك بالوسطى. انا بذاك الوقت كنت شويه مو مغرور بس كنت ملاكم العب بالملاكمه فدفعني دفعته ضربني ضربته صعدت فوق الميز واخذت اهدف. زين. فالناس اللي معتهم ما يعرفون الشيوعي منه والمدر ذولا حوالي فوق 100 واحد. زين. جايين من المحافظات ما حد يعرف الا فعرفوني الي فتخربط النظام اللي رادوه الشيوعيين طلعنا كنا نركض. انت هتفت؟ ايه طبعا. ايه فوصلنا يم المحطه مال المعقوبه محطه القطار. زين. فطبعا على اساس نروح نطلع المدارس الاخرى بالهذا فاجوا الشرطه والجيش وكذا يصيحون يا ابا خلنا نتفاهم منو مسؤولكم فذول الشباب الصغار صحوا معاذ 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 فصرت انا مسؤول رغم انفي صرت قائد. اي صرت قائد. زين. ف اجى مدير الشرطه كردي كان لقب الطيار قال بابا اشتردون هذا قلت له ما عليك المهم دفعنا الشرطة نزلنا المعقوبة طلعنا كل المدارس. زين. ايه فبعدين استمرت المظاهرات فسقطت وزارة العمري لو مصطفى لو أرشد يمكن مصطفى وجاء بمكانه رئيس أركان الجيش نور الدين محمود. زين خلي أذهب إلى فاصل عندي فاصل وبعدين راح أسأل شنو غرفة المستنقع اللي انسجنت بيها. أيه. وشن اللي دار بينك وبين جمال الحيدري. أيه. الشيوعي الراحل خلينا. أيه.